السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ونشرة إخبارية جديدة تأتيكم من معهد الإسكندرية العالي للإعلام. أهلا بكم، ونستهلها بأهم العناوين. بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021 منتصف يونيو القادم. الانتهاء من تسجيل طلاب الإسكندرية العالي للإعلام. تسليم ومناقشة مشروعات تخرج طلاب الإسكندرية العالي للإعلام. في إطار تنفيذ تعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر الأستاذ الدكتور فوزي عبد الغني عميد المعهد أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي في الأسبوع الثاني من شهر يونيو وتنتهي في نهاية الشهر نفسه. كما شدد سيادته على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في هذا الشأن لما يضمن حسن سير العملية الامتحانية وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد. قرر عميد معهد الإسكندرية العالي للإعلام إيقاف تسجيل طلاب المعهد بشكل نهائي في 17 من مايو الجاري، ولن يتم فتح باب التسجيل مرة أخرى تحت أي ظرف من الظروف. لذا تناشد إدارة المعهد جميع الطلاب بسرعة الانتهاء من تسجيل موادهم الدراسية في أسرع وقت. قرر الأستاذ الدكتور فوزي عبد الغني عميد المعهد أن يكون الموعد النهائي لتسليم مشروعات التخرج لطلاب الأقسام الثلاثة بالمعهد هو 20 من مايو الجاري، ولن يتم النظر في أي مشروع يتم تقديمه بعد هذا الموعد. الإسكندرية العالي للإعلام يهنئ طلابه وجميع العاملين بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، أحله الله علينا بالخير واليمن والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدني بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات أن أهنئ أبنائي الطلاب وأن أهنئ زملائي أعضاء هيئة التدريس بمعهد إسكندرية العالي للإعلام وأبنائي من الهيئة المعاونة، بالإضافة إلى العزيزين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور محمد فاروق والأستاذ محمد العبيسي نائب رئيس مجلس الإدارة، وجميع السادة العاملين بالمعهد لهم كل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليهم بالخير واليمن والبركات، سائلين الله عز وجل أن يرفع عن بلادنا الحبيبة البلاء والوباء وأن يجعل أيامنا كلها أعياد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى هنا وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وكل عام وأنتم بخير. كان معكم علي أيمن، نوراء أنوار، نلقاكم على خير.